على الرغم من حظر التجوال الجزئي الذي اتخذته حكومة الأنبار المحلية بالتزامن مع أجواء شهر رمضان المبارك، يحاول تجار المخدرات استغلالها ونقلها بطرق مختلفة للمحافظة، لكن القوات الأمنية كانت لهم بالمرصاد ملقية القبض على 3 تجار روجوا لتلك المواد بعد استيرادها من دول الجوار. أربكم حضر التجوال، بس إنهم كانت فرصة إنه هذا المكان الوحيد اللي يذبي، فذب في هذا المكان استلمتها، وهذا اللي صار. زين، أكو توجيه لكم معين بتوزيعها على جهة معينة؟ لو التوجيه من أجل كسب المال، من أجل كسب المال فقط، ونشرها بالمحافظة. تاريخ 23/4 كمين من الصب من قبل مجموعة من قسم المخدرات، فألقوا القبض عليه ببيتي، ولزموا عندي ضبطة، وعندي كمية 9100 حباية. زين. نعم. وقالوا لمن وياك، وديتهم على الأشخاص الآخرين، فمن واحد لواحد اللي ما اتصلوا على الشخص اللي هو الأب الكبير. الجهات الحكومية المعنية بمكافحة المخدرات تقوم بجهد مضاعف لمواجهة هذه الظاهرة التي فتكت بالشعب العراقي، معلنة إلقاء القبض على هؤلاء وبحوزتهم ما يزيد عن 200,000 حبة مخدرة، فضلا عن 12,000 كيلوغرام من مادة الحشيشة. بالكامل 211,000 حبة كانت قد تدخل إلى محافظة الأنبار، كانت قد تدخل بارتكاب الجرائم بمختلف أنواع الجرائم، تفسخ عادات وتقاليد المجتمع، كانت تدخل إلى صحة الشباب وإلى أبناء هذه المحافظة، والعودة إلى المربع الأول بارتكاب الجرائم وكذلك الدمار والخراب، وكذلك أيضا كانت هذه المادة من الحبوب السموم المخدرة لها تأثير بكل الجوانب، وحتى وصلت إلى ارتكاب قد يكون أجلكم الله جرائم الزنا بالمحارم. حاول هؤلاء المجرمين الخطرين بإدخال نوعية أخرى، وهي نوعية جديدة على المحافظة، بإدخال مادة الحشيشة. التخلص من آفة المخدرات ومخاطرها يتطلب وحسب مختصين تكثيف الإجراءات التي تمنع تداول هذه المواد والمتاجرة بها، فضلا عن إنشاء مستشفيات مختصة بمعالجة المدمنين عليها. من الرمادي، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.